السلام عليكم، ان شاء الله كامل تكونوا بخير. الوصفه تاع اليوم هي حلوه الطابع. هذه حلوه زمان وبزاف ناس يحبوها، انا وحده منهم. بالنسبه للمقادير، هنايا عندي كيلة تاع السكر، كيلة زيت، كيلة بيض، زوج مغارف كبار لا مايزينا النشا، مغرفه صغيره تكون معمره لافاني، مغرفه كبيره قشور ليمون. هنا عندي زوج كيس خميره كيميائيه الوزن 10 غرام. في الاخر نجمعها بالفرينه. نبداو على بركه الله. نجيب وعاء فراغ اللحم البيض، بسم الله، نضيف السكر. انا هنا حنستعمل الباتور، واللي ما عندهاش الباتور عادي تقدر تستعمل بالمضرب اليدوي. بسم الله. نضيف الزيت، بسم الله. نزيد نضيف لافاني. نخلطها بالباتر، بسم الله. الآن استعمل مضرب اليدوي. نضيف قشور ليمون هكذا. نزيد لامايزينا النشا. هاي ليك. الآن نجمعها بالفرينة. فرغ شوية الفرينة هكذا. نزيد نضيف 2 كيس خميرة كيميائية. هكذا نجمعها كما نقولكم دائما، كي تجمعوا ما تعجنوش، لموا برك وخلوها طريه، لازم تجيكم طريه ما تجيكمش ناشفه. بسم الله. هاليك بعد ما لميتها كامل، شوفوا كيفاش تجيكم طريه، هكذا لازم تجيكم، شوفوا ما تيبسوهاش بزاف. الان ندي نص كميه، بسم الله. هكذا، وهذه نغطيها بالغلاف البلاستيكي، خليها بجهة. نغش شوية فرينة، بسم الله. زيد أغرش عليها شوية من فوق، نفتحها، بسم الله. مي وشنو كي تفتحوها مترقوهاش بزاف.
الان نطبعها، نحط لهنا الطابع في الفرينه هكذايا. من بعد نطبع بسم الله. شوفوا العلو تاعها كيفاش يكون، هاوليك. نحطها لهنا في سنيوه، قلت لهنا حطيت ورق الطبخ هكذايا. نكمل نطبعهم كامل ونرجعوا، يعني تطبعوهم كيما تحبوا نتوما، الاشكال اللي يكون عندكم تطبعوا به. هاليك بعد ما كملتهم، الان خليهم يرتاحوا حوالي 20 دقيقة، من بعد ندهنهم بالبيض. بعد ما جازت 20 دقيقة عندي لهنا صفر بيضة، كنت لهنا ضفت لها مغرفة كبيرة تاع القهوة طيبة، نزيد نضيف لها شوية تاع الحليب بس مغرفة كبيرة، نخلطوها مليح بسم الله. الان ندهن الحبات بسم الله. الان زينها بالفرميسال شوكولا، ولا تحبوا فرميسال اللي فيها الالوان، ولا بالسكر، يعني تزيين اختياري. هامليك بعد ما كملتهم، الان دخلهم للفرن على درجة 180، يعني الفرن تكونوا شعلتوه من قبل. هايليك بعد ما كملت حلوة الطابع وطيبتهم كامل، شوفوا ما شاء الله كيفاش جاب، قلت لهنا نزدرتهم بالسكر عادي ونزدرتهم بالفرميسال شوكولا، شوفوا ما شاء الله كيفاش جات من الداخل بسم الله. راح تجيكم بزاف طرية وهشيشة، شوفوا. شوفوا كيفاش تجي طريه. نتمنى تكون عجبتكم طريقتي، ونتمنى تجربوها وتقولوا لي رايكم في التعليقات، واللي مازال ما اشتركش يضغط على زر الاشتراك ويفعل الجرس
باش يلقوا كل جديد. في الاخر نقولكم سلام وتهلاو في روحكم.